السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا النهاردة عن السامري. بعد أن نجا بني إسرائيل من فرعون، ساروا مع موسى عليه السلام في الصحراء متجهين إلى جبل الطور. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى عليه السلام أن يأتيه عند جبل الطور ليكلمه. فجمع موسى قومه وقال لهم: إني ذاهب إلى ربي أتعبد وحدي على جبل الطور. ثم تقدم موسى نحو أخيه هارون وأوصاه ببني إسرائيل خيرا، وطلب منه أن يحافظ على إيمانهم وألا يحدث بينهم شيئا يفرق شملهم. وذهب موسى للقاء الله عز وجل، فقال رجل من بني إسرائيل اسمه السامري: ما رأيكم أن نصنع لنا إلها نعبده، وسوف يكون إلها غاليا جدا، فسوف نصنعه من الذهب. أعجب بنو إسرائيل بالفكرة فأشعلوا النار لإذابة الذهب. وبعد ذلك قام السامري ليصنع من هذا الذهب المزاد تمثالا على صورة عجل، ثم صنع في جسمه ووجهه ثقوب في اتجاه الريح، بحيث إذا هب الريح خرج منه صوت يشبه صوت العجل الحقيقي. وفرح بني إسرائيل وفرح السامري وقال لهم: هذا هو إلهكم وهو إله موسى. فأخذ جماعة من بني إسرائيل يصفقون ويسجدون ويتقربون إليه في خشوع. ونكمل قصتنا الحلقة القادمة. ودلوقتي جه ميعاد الفزورة. من هم أولو العزم من الرسل؟ هنتظر إجاباتكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.